الفنان الجزائري أنوس برحلة منورنا عبر شاشة فوشيا. أهلا بيك معنا. الله يخليك، شكرا لكم. أنيس، أنت بتحضر ألبوم جديد المختلف أو المختلف، كلمنا عن فكرة الألبوم وليه الاسم الغريب ده؟ هو الحقيقة اسم غريب صح، دايما تكون الموسيقى البديلة عندها عناوين دايما تكون مختلفة، تكون غريبة شوية، بس هيدا أنا أظن أنه مش غريب لهذه الدرجة، لأنه بيتكلم عن الواقع الاجتماعي في الجزائر وفي كل البلاد العربية اللي كلنا نحن كشباب نعانوا منه، سواء كانت حرية شخصية، سواء كانت حرية فكرية، حرية سياسية، حرية جنسية، كلنا بنحب هذه الحرية وبنحب نتكلم عنها، وفي قيود بعدها بتقيدنا لحد الآن في 2017، لازم بعدنا نتكلم عنها وبعدها نقول خلص المختلف. أنيس، ألبوم المختلف تعاونت مع مين من الشعراء والملحنين؟ تعاون هو مش تعاون مع شعراء وملحنين معروفين، هو وركشوب مع أصدقائي فنانين جزائريين، سواء يشتغلوا في الشعر، في الكتابة، أو في اللحن، أو في التصوير اللي راح يكون تقريبا غالبية الفيديو كليبس أو الميوزك فيديوز راح يكونوا بالألبومز. والحاجة الجديدة اللي أنا راح نضيفها لهذا الألبوم يمكن إنه أنا في كتير كلمات من أدائي أنا ومن ألحاني أنا، فهذا الشيء اللي راح يمكن يعطي بصمة لي ويخليني نكون يمكن أضيف شيء جديد للموسيقى البديلة في الجزائر وفي العالم العربي. سكوب لفوشيا مع طرح ألبوم المختلف إمتى؟ سكوب؟ الألبوم راح يطلع بس أرجع الجزائر، راح تطلع أول أغنية اسمها المختلف، هي السينجل الأول الأغنية. قمت بتصويره في بين وهران، مدينة وهران بين مدينة الجزائر، واشتغلت وركشوب مع أشخاص موهوبين عاونوني بزاف، وبفضلهم أنا راح طلع هاد العمل إن شاء الله بعد رجوعي للجزائر إن شاء الله. شكرا. الحب في حياة أنيس بيمثل له إيه؟ الحب؟ الحب هو أساسي، الحب هو لغة اللي يتكلمها الجميع في الحقيقة، لكن كل الصراعات اللي صارية في الوطن العربي، كل إشي اللي صارية في الوطن العربي تخلينا نتكلم لغة الحب شوي مش كتير، فبالنسبة لي لغة الحب أساسية ولازم نتكلم عنها ولازم نحكي بها قد ما نقدر. فتاة أحلام أنيس، مواصفاتها إيه؟ مواصفات فتاة أحلامها؟ ما فيش فتاة أحلام، حتى هلا ما فيش فتاة أحلام. مواصفاتها طيب، كلهم يحوسوا على واحدة جميلة، كلهم يحوسوا على واحدة ذكية، كلهم يحوسوا. مثل ما قلت لك الحب هو اللي يغلب دائما، يعني الحب هي ونصيب. اكزاكتلي. شوفوني مختلف